اللي هتروح لتقرير عن النجم تامر حسني اللي بينتهي من تصوير فيلمه الجديد اللي هيتم طرحه في موسم عيد الأضحى اللي جاي. الفيلم اسمه بحبك، الفيلم من تأليف تامر حسني وكمان هيكون أول تجربة ليه في عالم الإخراج. انت يا عم الدقن، انت يا عمور، انت بتكلمين انا؟ حكي يا عمور. انت لو ما بطلتش استظراف انا هديك بالجد. كل دي؟ دي حاجة بسيطة كده يعني. في حد يجي يتقدم ويجيب حاجة بسيطة برضه. الفنان تامر حسني بيرجع للسينما فيلم جديد هيتم طرحه في موسم عيد الأضحى تحت اسم بحبك. هي كلمة بتتقال في ثانية بس بيترتب عليها عمر كامل. بحبك. المفاجأة إن فيلم تامر الجديد هيكون من تأليفه وإخراجه وبطولته كمان، ودي هتكون أول تجربة لتامر حسني في عالم الإخراج، خصوصاً إنه هيخلص جزء من أحداثه خلال الفترة اللي جاية علشان يجهز بشكل كامل للطرح في موسم عيد الأضحى. فيلم بحبك هتشارك في بطولته مع تامر الفنانة هنا الزاهد وحمدي المرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي ومجموعة من الفنانين. الفيلم بدأ تصويره في أول السنة بمشاهد جمعت تامر وهنا الزاهد، واللي نشرها تامر على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا. وسبق وأعلن تامر عن الفيلم بنشر صور من الكواليس وعلق عليها وقال دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد بحبك. طبعاً في ناس هتقرأ اسم الفيلم بحبك وناس هتقرأ بحبك، وده طبعاً مقصود علشان في دراما الفيلم هندور طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبك من الرجل للأنثى وبحبك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً. في الحياة بنتعلم كل حاجة لوحدنا إلا الأسوأ، بيجي حد يعلمها لنا. الله 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 الله، الحان أنا بموتني. تامر سبق وقدم السنة اللي فاتت فيلم مش أنا اللي نجح من خلاله في تقديم توليفة كوميدية فيها خط رومانسي وتراجيدي، وده اللي خلى جمهوره يشيد بالعمل ويتفرج على وجبة فنية مميزة مكتملة في كل حاجة، خصوصاً الكوميديا اللي قدمها تامر واللي توظفت بشكل مختلف وقدر يرتجلها في كل موقف بأسلوب السهل الممتنع. علشان كده التجربة نجحت وأشاد بيها النقاد واعتبروها حالة فنية فريدة ومتميزة قدم من وراها تامر رسالة لكل الشباب هي التمسك بالأمل والطموح مهما كانت الظروف. علشان كده برضو تامر عنده مغامرة كبيرة السنة دي من خلال فيلمه الجديد بحبك اللي لازم يحقق نجاح كبير زي اللي حققه في فيلمه الأخير مش أنا. طول ما انت مش تمثال عافر يمين وشمال، ده احنا في زمان صعب وملوش غير عين.